لقى 4 عمال مصرعهم داخل بيال صرف صحي بقرية ديمشيلتا التابعة لمركز ديكيرنس محافظة الدقهلية. وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية اختار من اللواء مدير مباحث المديرية ببلاغ من مركز ديكيرنس بسقوط 4 عمال تابعين لإحدى الشركات الخاصة والتي تعمل في إنشاء خطوط صرف صحي بقرية ديمشيلت. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الدفاع المدني لمكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بياض الصرف الصحي أثناء العمل بتاعهم يعني ده في البداية. وحاول زملائه إن هم ينقذوه فسقط الثاني، وحاول الثالث فسقط هو كمان، وحاول الرابع فسقط أيضا. تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثامين الأربعة، وجري تحليل محضر بالواقع والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الدفاع المدني لمكان الحادث، وبالفحص تبين زي ما قلنا ان يعني سقط واحد تلو الثاني والثالث وهكذا. تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم وبشروا التحقيقات، والله يرحمهم يا رب ويحسن اليهم، دول شهداء لانهم ماتوا وهم بيشتغلوا، باكيد شهداء عند ربنا.